اهلا بيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده حبيت اقدم لحضراتكم موضوع مهم، طريقه ازاي انك انت تركب السكرينه لاي موبايل. فان شاء الله النهارده هنتعرف على بعض، ازاي انك انت تقدر تركب السكرينه وتعرف ازاي السكرينه الاصليه من السكرينه العاديه. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم على كل حاجه ان شاء الله تخص السكرينه. طبعا يا شباب، في الاول لو انت لسه جديد اول مره تشاهد القناه، يا رجاء من حضرتك تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. طبعا ده يشرفني جدا انك تتابع الحلقه من اولها لاخرها عشان خاطر تستفاد بكل معلومه انا حاب اوصلها لحضرتك. طبعا يا شباب، الناس اللي هي يعني بتشاهد الفيديوهات بتاعتي، يا ريت في الفيديو ده نوصل لاكبر عدد عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد، ويعني والكل يشوف ويعني ويعرف ازاي يركب السكينه ان شاء الله. عشان ما نطولش في وقت حضراتكم الفيديو يا شباب، طبعا السكينه الاصليه يعني باينه من شكلها، هتيجي مثلا في كيس زي كده تمام، وبعد كده هنفتحها هتبقى معانا بالشكل ده تمام. طبعا ده شكل السكينه يا شباب، طبعا ده يعني شكل سكرينه، بنشوف ازاي نتعرف عليها تركب على الجهاز الموبايل ولا لا. طبعا مع اول ما احنا هنفتح، يا ريت ان احنا نفتح الكيس، الناس ما ترميش الكيس ده لانه بتبقى جواها يعني ماده عشان خاطر ننظف بيها الشاشه. طبعا اول ما انا هفتح الاكياس دي، اول ما انا هفتح كده هلاقي 2 منديل عشان خاطر اقدر انظف بيهم الشاشه. هنعرفكم ازاي يا شباب يعني تستخدموهم. طبعا انا يعني اول حاجه في البدايه عندي موبايل سامسونج، فانا حابب اعرف تركب عليه السكينه ولا لا. فطبعا في البدايه يا شباب يعني اول ما انا هحط السكينه كده تمام، هشوف السكينه بتفدي اللي يعني جايه صغيره ولا لا. طبعا اول ما احنا نتاكد بكده، اول ما انا هاسندهم جنب بعض كده الاقي يعني هما الاثنين مقربين لبعض اهو، نفس السكينه اللي هي راكبه. فاول ما انا هعملها كده واحوش اللزقه تمام كده اهو، فهتبقى معانا السكينه راكبه. طبعا لو انت يعني مش عارف السكينه بتاعتك، فيا ريت ما يعني ما تركبش اي سكينه وخلاص، لانه ممكن الفلاش بتاع الكاميرا ما يشتغلش معاك، ممكن حاجه تلاقيها علقت معاك في التليفون. عشان ما تطولش في وقت الفيديو يا شباب على حضراتكم، انا عندي سكرين اهو هخلعها قدام حضراتكم، هوريكم الفرق بين السكينه العاديه بين السكينه النظيفه. طبعا ده السكينه يعني دي زي ما انتم شايفين كده، مش عارف باينه في الكاميرا ولا لا، السكينه متدربحه اهي زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم. طبعا دي الرخيصه، دي لو احنا هنشتريها يا شباب يعني سعرها رخيص جدا. طبعا دي في فرق ما بينهم هما الاثنين اهو، في فرق بين دي وبين دي تمام اهو. طبعا اول ما احنا هنفتح، اول ما احنا خلعنا السكرينه والموبايل بقى معانا بالشكل ده اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم اهو، بقرب حضراتكم عشان تشوفوا اكتر. طبعا ده السكرين اهو، ده في فرق بين الاثنين. اول حاجه هفتح الكيس كده، اول ما انا هفتح الكيس يا شباب طبعا هيتفتح معايا، يعني هلاقي طبعا حاجات كده في التليفون من تحت كده محتاجه ان هي تتنضف. كل اللي انا هعمله هنضف التليفون عشان ما يبقاش يعني السكينه تركب على النظافه. طبعا بين لما تيجي تركب سكرينه وسكرينه بتلاقي فيها ماده موجوده على الشاشه، فاحنا ننظف التليفون قبل ما نركب السكرينه. لو جالي سؤال وقال لي ينفع اركب السكينه او تخلع السكينه واركبها على طول من غير ما النظافه، طبعا ده السكينه مش هتاخد وقت وهتتخلع معاك عشان خاطر في ماده على الشاشه لازم احنا يعني لازم نمسحها، ويبقى التليفون نظيف معانا عشان ما تبقاش مش مدغدشه تمام. طبعا انا بنضف اهو الشاشه. الناس بتقول لي ممكن ارش اي حاجه يعني عشان خاطر الشاشه يعني تركب، انا ما بفضلش بصراحه يا شباب، لان احنا بنمسح بتفضل يعني من الماده دي وبيبقى معانا موجوده في السكرينه، فانا بفضل ان احنا نمسحها بمنديل كويس اللي جاي مع السكرينه كده اهو، افضل من ان انا احط لها اي ماده اهو كده اهو كده. التليفون بدا ينضف معايا زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم اهو، وانا نضفتها يا شباب. طبعا هنضف التليفون عشان خاطر ما يبقاش فيه اي تراب ولا اي حاجه
كده اهو. طبعا التليفون بقى زي الفل معايا اهو، التليفون بقى زي الفل. زيادة التأكيد يا شباب عشان خاطر يعني يبقى نضيف كويس، فهنستخدم المنديل التاني كده كده، مش هنحتاجه غير لما احنا هنكون بنركب السكينة فقط اهو. ده المنديل التاني اهو، ده بيشيل الوغش. بيبصوا دلوقتي نضيف كله اهو كده، الشاشة بدأت تضوي معانا اهي وتبقى نضيفة يا شباب كده اهو. لو لقيت يعني زي مية في التليفون كده عشان خاطر ما تشبرش، فان احنا ممكن تنفخ فيها كده عشان خاطر تبقى نظيفة اكتر واكتر معانا كده اهو. بدأت ان هي تبقى نظيفة، نستنى دقيقتين يا شباب عشان خاطر المادة اللي هي موجودة في التليفون تنضف معانا اكتر. ممكن انا امسح السكينة دي من بره كده كده يعني هتتمسح بعدين. طبعا انا اول ما انتظرت كده بدأت اللي هي السكينة يا شباب تنضف معايا اهو، مفيش اي حاجة عليها. لو حبيت ان انا اعدي عليها بالمنديل مفيش اي مشاكل، لو انا لاحظت حاجة فيها كده اهو. السكينة بدأت بقت نضيفة، بيت يعني ما فيهاش اي تراب ولا اي حاجه. كل انا هعمله ان انا هشيل الورق دي كده تمام، وبعد كده يا شباب هجيبها من اول هنا اهو، هظبط تمام. حتى لو انا خلعتها الاصليه عادي تتمسح، حتى لو خدت هوا بس بيطلع منها. طبعا اهو يا شباب كده يعني انا بركب السكرين اهو، هسيبها مره واحده. اول ما انا يعني عملتها التليفون هسيبها مرة واحدة تركب هي لوحدها. وانا يا ريت بخلي يعني بالكم يا شباب، يا ريت تبقوا ظابطين ايديكم كده عشان ايه يعني تبقى راكبة يعني واخدة الاتجاهات كلها كده. انا سبتها هتشوفوها بتلاقوها بالشكل ده كده يا شباب اهي، يعني السكينة ركبت معانا. ننتظر المية تطلع منها. طبعا السكينة خدت مية لوحدها غير السكينة العادية. السكينة العادية دي سعرها رخيص، بس يعني وانت بتاخد الهواء بيبقى يعني صعب شوية عشان خاطر بتبقى خفيفة. طبعا اول ما انا يعني ما ركبت معايا هلاقي الهواء اتاخد لوحده. طبعا كل اللي انا هعمله دلوقتي هنضف السكرينة خالص كده عشان لو في اي تراب ولا اي حاجة موجود عليها من بره، لو في اي هواء فيها موجود. طبعا انا هوريكم انه السكرينة ركبت الحمد لله بكل نجاح، مفيش اي هواء فيها والحمد لله السكينة ما خدتش اي هوا. طبعا يعني احنا يا ريت ننضف للاخر كده يا شباب، يعني عشان ايه حتى يبقى شكل التليفون نظيف. فكده اهو بدات ان انا امسحها بالمنديل عشان خاطر السكينة تبقى واضحه قدام حضراتكم وتعرفوا ان هي ما فيهاش اي ميه. طبعا ده شكل السكرين يا شباب بعد ما ركبت ما فيهاش اي ميه. الناس يعني كتير بتسالني من حضراتكم ايه الفرق بين السكينة دي واللي بين السكينة العاديه. طبعا السكينة العاديه لو انت اللي احنا نلاحظ في الكاميرا بتلاقيها متضربها، لو التالتة تتني التانية دي بتلاقيها يعني بصراحة سكينة حلوة خالص. للناس اللي هي حابة تسعى على شكلها الشكل اهو العلبة يعني شكلها. طبعا يا ريت يعني لو افضل يعني ان احنا لو ما نيجي نشتري الحاجة الكويسة افضل حماية للتليفون. طبعا دي يا شباب يعني هي زي ما شايفين قدام حضراتكم شكلها مدغدش جدا، ويعني مش هتاخد فترة معاك وهتلاقيها باظت. فاحنا اوفر لينا نجيبوا السكينة المراية، لو احنا نلاحظ ان احنا ممكن نشوف كل حاجة بيها. لو احنا نلاحظ يعني كأنها كلها جذاب يا شباب يعني، وكلها بتبقى واضحة قدام حضراتنا. طبعا يعني الحمد لله السكينة ما خدتش اي انواع هوا لأي حاجة، تقدر تركبها في البيت. انت من النهاردة مش محتاج للمحل الموبايلات، تقدر تركب كل حاجة بنفسك. طبعا يعني الحمد لله السكينة ركبت معانا وما خدتش اي نوع من اي هوا، ما فيهاش هوا يا شباب خالص. طبعا يعني يا رب يكون الشرح بقى بسيط مع على حضراتكم. لو حابب تستفسر على سعر السكينة انا تحت امرك، ما فيش اي مانع. تقدر تكلموني من خلال رابط صفحتنا على الفيسبوك هتلاقوه في صندوق الوصف، او من خلال الكومنتات، واحنا مش هنبخل عليكم في اي معلومة احنا نعرفها. طبعا يا شباب تشجيعا ليا محتاج الفيديو يوصل لاكبر عدد، محتاج لايكات كتير يا شباب على الفيديو. لو انت استفدت النهارده يعني ما تبخلش عليا تكتب لي كومنت،
تشجيعا ليا. طبعا ادي شكل التليفون بعد ما ركبت يا شباب، وكل حاجه بقت تمام. ثم كده حلقه النهارده انتهت يا شباب. كان معكم اندرو من قناه اندرو المعلوميات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.